ما هو دورك في خدمة المجتمع والكنيسة؟ دور الحركة الكشفية في الكنيسة والمجتمع. منذ تأسيس الحركة الكشفية العالمية دخلت الحركة الكشفية داخل الكنيسة وداخل المجتمع، فدور الحركة الكشفية هو دور تربوي بامتياز، حيث ينشئ الفرد على حب الله وحب الوطن وحب الإنسان. هذه هي مبادئ الحركة الكشفية، وهذه هي أيضا مبادئ الكتاب المقدس، لأن المؤسس الحركة الكشفية اللورد روبرت بادن باول أسس الكشفية على منهج الإنجيل، وفيها يكتسب الفرد مهارات شخصية تصقل شخصيته الكشفية والقيادية، ويعيش في حب الله والوطن والمجتمع. أما في دورها في الكنيسة، فالحركة الكشفية دورها مهم جدا في الكنيسة، فهي تشارك في كافة الاحتفالات الأعياد الميلادية والفصحية، وهي تضيف بهجة ورونقا خاصا من خلال العزف الموسيقي للحركة الكشفية، ففيها يتعرف الفرد على علاقته وحبه لله. أما رسالتنا للأرض المقدسة، نحن لسنا موجودون صدفة في هذه الأرض، لنا مخطط خلاصي مع الله، لنا صليب نحمله دائما. لا شك أن الظروف هذه صعبة جدا تمر علينا، ولكننا نقول لكم ولدنا هنا وسنبقى هنا، أرض المسيح هي هنا، ونحن لن نذهب من هنا.